بدي أستغل كم دقيقة لأحكي عن موقف صار بحفل نصيف زيتون على مسرح قرطاج في تونس ب 29 تموز 2023. بس قبل خليني هيك نحكي معلومات ولو بسيطة عن مسرح قرطاج. هذا المسرح الأثري اللي اكتشفوه بال 1901 وتم إعادة ترميمه بال 1960 عشان يستقطب ويستضيف حركة فنية ثقافية سياحية كان عليه يعني عظماء ونجوم العالم العربي. وأنا عم بتابع نصيف زيتون سمعته بيرحب بشاب كفيف اسمه أسامة. أيوة. ودعا على المسرح. أيوة. لقيته عم بغني أغنية وصلك خبر، وبعد ما بحبشت كالعادة وفهمت ليش هالأغنية بالذات. فهالأغنية بتتضمن كلمات صفة أعمى ما بيشوف. هالأغنية لمسته كتير لأسامة، ومن خلال هو كمان موسيقي وعازف، وطلب من نصيف زيتون بلقاء من قبل انه يغني معه ويعزف معه هذا المقطع. شو رايك نسمعه مع بعض؟ يلا يلا قول الله. صفى أعمى ما بيشوف، اخر اسمى بيلفظ حروف، موجوع موجوع آخر اسمة بيلفظ حروف، موجوع عاملي والله معروف وبعيدي عنه، موجوع عاملي معروف وبعيدي عنه. شو هالمقطع الحلو يا الياس. كتير انتقدوا نصيف زيتون على هالخطوة انه استغل الظرف هيك حتى يعني يشهر هالمقطع. خلينا احكي لك شغلة. يلا. خلينا نقول انه فعليا صار في او كان كانت الشغلة مدروسة لها وكانت الشغلة مخطط لها من قبل، بس يعني مجرد انه يكون في هيك خطوات عملية على المسرح قدام الناس على مسرح قرطاج اللي بسع 10,000 بني آدم، يعني هاي كمان فيها رسالة. وخلينا نقول الموسيقى هي فن لكل الناس، والموسيقى هي لغة لكل الناس.